ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن الفايزين إن شاء الله ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين إن شاء الله مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا البث المباشر معكم في برنامج من العايدين. سنكون معكم خلال هذه اللحظات الجميلة نقضيها وإياكم لنعيش أفياء العيد، لنتنقل وإياكم في محافظات بلادنا وفي ربوع هذا الوطن، نعيش أفراح وطننا في هذه المناسبة السعيدة. نهنئكم بهذه المناسبة العظيمة ونهنئ شعبنا الكريم ونهنئ القيادة السياسية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا العيد علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. فأهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية لأجواء العيد واللي حنتنقل فيها ما بين عدة محافظات، وحننقل أجواء العيد أيضا من عدد من البلدان باستضافة بعض السفراء وأيضا بعض المواطنين اليمنيين في الخارج. حتكون هذه التغطية مستمرة معكم لمدة ساعة، يتخللها بعض الفقرات اللطيفة والخفيفة والتهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأيضا مسابقة إن شاء الله تستمتعوا فيها. إذا كانت من ضمن يعني الشروط أن يكون هناك مسابقة وهناك جوائز في هذه في هذا البث المباشر، وهذا شيء جميل، ونتمنى بإذن الله تعالى أن نوفق جميعا في أن نعيش لحظات جميلة وممتعة وسعيدة معكم مشاهدينا الكرام. أيضا في هذا البرنامج هناك فقرات كثيرة سنحاول أن نسلط الضوء عليها. نتحدث عن حجاج بيت الله الحرام، نتحدث عن مدينة عدن، نتحدث عن مدينة تعز، نتحدث عن تلك الأجواء التي يعني لمسناها جميلة والبديعة، وأيضا في مختلف مناطق اليمن وهم سعداء بفتح بعض الطرقات وتواصل المواطنين في هذه المناسبات. أيضا كثير كما قلت وديان، عدد من السفراء سيكونون معنا في اتصالات هاتفية، نتعرف كيف هي الجالية اليمنية في كثير من بلدان العالم، كيف أجواء العيد هناك، كيف يقضون إجازة العيد أو أيام العيد أيضا. نعم. في هذه الفقرة أو في هذا البرنامج يسرنا أيضا أن نبدأ معكم بصلاة العيد في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أدى فخامة الأخ الرئيس الدكتور رشاد العليمي صلاة العيد بمعية اللواء عضو مجلس القيادة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، وأيضا استقبلوا المهنئين من المواطنين هناك، وهذه الأجواء العيدية الجميلة التي ترتسم وحالة التواصل الجميلة بين القيادة السياسية والمواطنين في مثل هذه المناسبات. نشاهد وإياكم هذه اللقطات من استقبال فخامة الأخ الرئيس للمهنئين في عدن بعيد الأضحى المبارك. مشاهدينا كما وعدناكم إن شاء الله في هذه التغطية واللي بمناسبة عيد الأضحى المبارك راح يكون معنا العديد من الفقرات، بس خليني أبدأ أسأل فؤاد. فؤاد، إيش ذكرياتك عن العيد؟ والله يعني سؤال أنت اليوم المذيع والضيف وأنا حجلس معك. أهلا. شوف، هو أجمل شيء في الأعياد هي حالة التجمع الأسري و نسيان كثير من الخلافات. هذه من الشروط الأساسية في الأعياد، أن يكون هناك تصفير لعداد الخلافات بين الناس وبين الأقارب، لأنه عادة تقع احتكاكات كثيرة في الأيام العادية، فالعيد هو مناسبة للتحلل تماما
صحيح. من كل تلك ال بس لا تاخذني لهذه النقطه، انا نعم. ابغى اعرف ذكرياتك عن العيد، دائما العيد ارتبط بطفولتنا، يعني البنات حنلبس فستان، حنروح نعايد اهالينا، الفرحه، اغاني العيد اللي نعم. بنسمعها دائما على مدى سنوات، وكانت هي ترند في هذاك الوقت، الأكل، في أكلات معينة تقدم في العيد لازم، خلاص صارت عادات وتقاليد، فأنت أنا ودي أنك أنت تنقل لنا إيش هي أبرز العادات والتقاليد اليمنية في العيد اللي تتذكرها إلى اليوم وما زالت تمارس طبعاً. والله طبعاً أنا بالنسبة لي عندي كثير من الذكريات الجميلة في العيد، في ذكريات جميلة نعم. ومن جماليتها أيضاً أنها عملت مشاكل من ضمن شكلها كانت ذكريات مشاغبة العيد. أولا مسألة إنه واحد يسلم على الأطفال الذين تنتظر السلام منهم يعني إيه؟ وأنت طفل تنتظر فلان إنه يسلم عليك ويعطيك حلاوة العيد، فتتفاجأ إنه سلم عليك وهو مشغول وما أعطاكش يعني، فهذا يعني يعطيك تظل ذكرى طويلة. لحظة محبطة شوية يعني، أو العيدية ما كانت المتوقع مثلا. العيدية لازم تكون، أنت كم تأخذ كنت عيدية؟ الحاصل. حلو يعني تذكر أكبر مبلغ جمعته عيديات؟ يعني المبلغ الذي يفي بمشتريات القريحات والطماش والمسدسات الألعاب النارية. الألعاب النارية ممنوع الآن هذه الألعاب. هذه هي سلمت الحمد لله. هي المبتغى يعني. أنا أتذكر أن عندي هنا عوار، لو إصابة كلها من القريحات الطماش اللي كنا نقرحها في الأسر يبعي. والأطفال اللي قاعدين يشوفون اليوم انتبهوا من الألعاب النارية، لا تشتروها لأطفالكم، في أمامكم نموذج وتجربة واقعية مهمة جدا يعني. صحيح. تخيلي في فترة من الفترة وعيد من الأعياد يعني كنا نلعب قريحات بالألعاب النارية. أيوة ألعاب نارية، فرمينا الطماش فمنتظرين أنه ينفجر، ما انفجرش، فالأطفال كلهم هبوا عشان يمسكوا إيش؟ يمسكوا هذا الطماش عشان يقرحوه مرة ثانية. أيوة. فأنا طبعا بادرت، كنت المبادر. أنا كنت طرت زي سوبرمان ومسكها بقوة، انفجرت بيدي وكانت مشكلة. هذه تسرع، كانت لحظة تسرع أصلا، حركة اليد تماما، ولذلك في حالة تهور بالنسبة للأطفال. إذن هذه من الأشياء التي لا أنساها أبدا على الإطلاق، موجودة لازالت معلمة، ولذلك رسالتي كانت للأطفال أنهم يكونوا أقل تهورا 100%، يبتعدوا عن أي ألعاب نارية وأي أشياء خطيرة وأي أسلحة، هذا الأفضل طبعا أكيد علشان يعدي العيد بسلام، لأنه حقيقي يعني في بعض المواقف المآسي اللي بتحصل في العيد بسبب تهور أو بسبب يعني قلة وعي، إنه ما نمسك أشياء زي كذا مثلاً، أو عيد فرحانين فيلا نروح نلعب ألعاب تكون خطيرة، ملاهي مثلاً غير مناسبة، ولكن في أحداث كمان تكون كوميدية جداً بتحصل وقت المناسبات، يعني بتلاحظ إن هي خلاص في مناسبة جاية فيلا يصير شيء كوميدي الحين وننسى شيء مثلاً. طبعاً طبعاً طبعاً. ننسى شيء مهم، رايحين نعايد الناس ناسين الهدية. شوفي الشيء الجميل. أو طاحت. الشيء الجميل إنه يعني في وقعنا اليمني عيد الأضحى يختلف تماما عن عيد الفطر المبارك، يعني صحيح. طقوس عيد الأضحى أولا أوسع، يعني في عيد الفطر المبارك ربما الوقت قصير، عيد الأضحى الناس أيامه أكثر. إثنين حتى حالة الزيارات ربما تكون في عيد الأضحى أكثر ضرورة من أيام عيد الفطر المبارك، يعني الأسر ضروري تزار الأمهات، تزار الأخوات، تزار لا يعني بشكل الآباء والأمهات، هذه أكيد تتم زيارتهم، والأقارب في الدائرة القريبة، الأقارب يعني بعيدين نعم. شوية البعيدين إيه ممكن تكون أقل، نكتفي بالواتساب. أثر يا أخي موضوع وسائل التواصل الاجتماعي على العيد والعادات، لكن قبل أن تأخذوني في دوكة كما يقال، أريد أن يعني أعرف أيضا تفاصيل ذكريات العيد معك. أنا حسيت أن أنت حترجع تسألني هذا السؤال لأني سألتك يا أول فديورت علي الحين. شيء طبيعي. الحمد لله أنا كانت أعيادي كلها لطيفة الحمد لله، كأي بنت شقية زيادة حبتين. وغالبا ممكن أكون أنا البنت اللي بتمارس دور المذيعة في لقاءات العائلة، فأنا يكونوا جماعتنا وأهلينا جايين من عدة مدن، يعني من جدة، من الرياض، من كذا من كذا، حسب وين اجتمعنا وين التقينا، واللي جايين من خارج البلدان يعني اللي هم جايين بسبب العيد عشان تجتمع العائلة في بيت الجدة يعني. فأنا كنت أمارس معاهم دور المذيعة من وأنا صغيرة، يعني تتذكر أهالينا زمان
كانوا في كاميرا فيديو تكون في البيت فتتصور المناسبات العائلية وأعياد الميلاد واللقاءات. ففي أشرطة فيديو عندي وأنا مذيعة بسلم على فهذه الأشياء اللطيفة اللي أقدر أقولها، بس في أشياء ما تنفع تنقال. تمام تمام، يعني جميل جميل. إذا مفتتح جميل في هذا الحوار الجميل العيدي الجميل، ويستمر هذه تلك الذكريات الجميلة. أيضا هناك الكثير من الذين سيتصلون بنا سنسألهم أيضا نفس هذه الأسئلة. أيضا مشاهدي الكرام سيكون هناك أسئلة خاصة بكم وجوائز لكم بإذن الله تعالى. فاصل ونواصل معكم من العايدي. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير، نستكمل حديثنا أنا وزميلي فؤاد في هذه التغطية. فؤاد، كنا قبل الفاصل نتكلم عن ذكريات العيد، الحين عندي سؤال جديد. السؤال: إيش اللي تغير في ذكريات العيد عن زمان واليوم؟ طيب، أنا قبل أن أجيب على هذا السؤال تحقيق، أنا اليوم معاك عن العيد قبل أن بس أجيب أنا قبل أن أجيب على هذا السؤال حقيقة أنا أطلب منك أنك تسألي الجمهور سؤال عشان يبدأ هو بإرسال الأرقام الخاصة فيه عشان نتصل فيه ويكون محظوظ أيضا في جوائزنا لهذا البرنامج اليوم بإذن الله. أول سؤال، يلا يلا. عندنا مسابقة زي ما قلنا لكم، هي عدة أسئلة يمكنكم الإجابة عليها من خلال القنوات المتاحة عبر قناة عدن الفضائية، سواء كانت على الواتساب أو من خلال الحسابات الإلكترونية ممكن تشاركوا من خلالها. أول سؤال معنا، يعني إحنا أول حاجة خلينا أقول لكم فكرة المسابقة، أعتقد أنهم بيتصلوا فيهم وبالاتصال طبعا أكيد نعم، ارسلوا على الواتساب أو على السوشيال ميديا وإحنا حنتصل عليكم. المسابقة إحنا حبينا إن هي تكون بسيطة، أسئلتها ما تكون كثير عميقة عشان نعمل يعني نوسع فرصة المشاركين من الأطفال والأكبر أكبر والأكبر والأكبر من أفراد الأسرة. فأول سؤال معانا مرة سهل، كل الناس حتعرف تجاوب عليه بكل بساطة. السؤال يقول، يطلع في الشاشة الآن أعتقد السؤال، السؤال في الشاشة حاليا حيطلع معانا السؤال. أوكي، إلين يجهز معانا السؤال خلينا نروح ناخد فاصل ونرجع نكمل. مشاهدينا رجعنا بعد هذا الفاصل ونجدد تهنئتنا لكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وانتم بخير، عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية يا رب باليمن والبركات. نرجع لسؤال المسابقة، أول سؤال معانا في هذه التغطية: ما اسم الشجرة النادرة التي توجد في جزيرة سقطرى؟ تقدروا تشاركوا من خلال وسائل الاتصال الموجودة عندكم على السوشيال ميديا، وكمان تقدروا تبعثوا لنا على الواتساب ونحن حنتصل فيكم ناخذ إجابتكم. فؤاد، طبعا بعدين بيطلع السؤال على الشاشة وفي هناك توقيت وبسيط جدا جدا، يعني ما يحتاج الجهد كله، فقط ليكون لنشترك معنا مشاهدينا الكرام وجمهورنا الكريم ونعيش حالة الفرح. يعني في هذه الفقرة دعونا نذهب وإياكم مشاهدينا إلى المشاعر المقدسة من هناك لنتحدث عن كيف قضى حجاج بلادنا مناسك حجهم بعد أن وقفوا بعرفات. هؤلاء الناس الذين هم ضيوف الرحمن يعيشون أجواء إيمانية جميلة ومميزة. الحمد لله كان الحج مسهلا وميسرا والخدمات مميزة من خلال ما نقله لنا زميلنا العزيز علي حميد الأهدل من هناك، وهو مبتعث قناة عدن الفضائية لتغطية موسم الحج. نشاهد وإياكم بعض هذه المشاهد
الروحانية والإيمانية واللقاءات أيضا التي أجريت من هناك. أوكي، صارت اثنين المبارك وأنا عندي الأمة العربية الإسلامية أجمع. أقدم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى للجمهورية اليمنية بشكل عام، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملهم وأن يوحد رأيهم وأن يجعلهم متفقين مفككين كل الخلافات، وأسأل الله أن ينصر إخواننا في فلسطين وأن يمدهم بالنصر وأن يجعلهم من الموفقين الذين يقهرون أعداء الله سبحانه وتعالى. أهدي سلامي وتحياتي لوالدتي العزيزة ولزوجتي وبناتي ولابن محمد، وأتمنى لهم الصلاح في الدنيا والآخرة. نحن نبارك الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نعيد على جميع أسرتي وعلى كافة الشعب اليمني سواء في الداخل في الخارج والمملكة العربية السعودية. إن شاء الله المغفرة لنا ولهم ولأمة المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. الله الله يوفقهم إن شاء الله بالخير والعافية والبركة وإصلاح والعباد كامل، ويسقيهم إن شاء الله معي. وعيد مبارك إن شاء الله لأهلي، نقول لهم عيد مبارك كل عام وهم بخير إن شاء الله، ويطمنوا على حالتنا وإحنا الحمد لله بخير، يعني كل شيء تمام، الخيام مكيفات، الأمور كيفية، أنهم أمس يتصلون قالوا في ما فيش كهرب منا ديما يكتب، قلنا في كان في شيء صغير لكن يصلح والحمد لله، يعني غطوا الأمور كلها للحجاج، يعني في لا بالأكل لا بالشرب لا بالثلج لا بالفواكه لا بكل حاجة الحمد لله. أنا بخير والحمد لله ما بقى أي حاجة. أهدي سلامي وتحياتي لأصدقائي جميعا، وأحب أهدي سلامي وتحياتي لأولادي، هذا فضل الله فضلهم، والله ينصر اليمن كاملة وينصر الرجال في كل بقعة. أسأل الله العظيم القدير أن ينصر ينصر غزة وينصر المسلمين في كل بقعة. نهدي سلامة لا إله أهلا بكم من جديد، ومعانا زميلنا من مكة المكرمة موفد قناة عدن الفضائية، حينقول لنا أجواء العيد وفرحة العيد لحجاج بيت الله الحرام خاصة الجالية اليمنية الموجودة الآن في مكة. علي كيف حالك؟ أهلا وديان، كل عام وانت بخير علي. كل مشاهدين قناة عدن الفضائية، نعم أنا هنا في مكة المكرمة، وما يزال طبعا حجاج بلادنا في مشعر منا في هذه الأثناء، بعد أن أدوا الوقوف في عرفة يوم أمس، وبعد غروب الشمس نفروا من عرفات إلى مزدلفة، طبعا البعض منهم ذهب سيرا على الأقدام كتمثيلية سائح حجاج العالم الذين أتوا إلى هنا، وآخرين كانوا على الباصات أخذتهم إلى مشعر مزدلفة. هناك في مزدلفة باتوا حتى صلاة الفجر، بعضهم من تعجل وذهب قبل صلاة الفجر إلى رمي الجمرة الكبرى، وبعضهم من انتظر إلى صلاة الفجر، وبعضهم جاء إلى بعد إلى أثناء شروق الشمس. طبعا أدى اليوم التشريع في اليوم الأول رمي السبع الحجار الجمرة الكبرى، وبعد أن أدوا هذا المنسك رمي الجمرة الكبرى ذهبوا بعضهم إلى طواف الإفاضة والتحلل وآخرين نتيجة التعب والإرهاق الذي مذلهم أمس ذهبوا إلى منى ليرتاحوا، وبعد عصر اليوم ذهبوا إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الإفاضة. يا علي أنت إن شاء الله تسمعني بشكل واضح، نحن صوتك لا يصل إلينا بالشكل المطلوب يا أخ علي، يعطيك الصحة والعافية، كل عام أنت بخير. نريد أن يعني أن تحدثنا بشكل أوضح إن أمكن، هل بالإمكان يا شباب يتم تعديل صوت الزميل علي؟ نحاول نتصل بعلي مرة أخرى. نحن حقيقة نريد أن نتعرف أكثر حول الوضع العام هناك،
كيف يعيش الحجاج اليمنيون أجواء العيد، كيف قضوا هذا اليوم واستعداداتهم أيضا لاستكمال هذه المناسك وهذه الشعائر. كانت الأمور الحمد لله تسير بكل يسر وسهولة. أحيانا يعني كان هناك تقرير بالأمس من الاتحاد السياحي اليمني الأخ باسل حزام يؤكد في سير يعني الحج بطريقة ميسرة وسهلة، حتى وإن حدثت بعض القصور هنا وهناك، لكن هذه خارجة عن الإرادة. أحيانا مثلا جهاز تعطل أو شيء تعطل. مهمة تنظيم الحج فؤاد، مهمة تنظيم الحج أن يكون في ألاف أو ملايين من الأشخاص موجودين في بقعة محددة، حيعملوا نفس الإجراء، حيمشوا بنفس الطرق. نعم. عملية نعم. ليست سهلة جدا، تجتهد فيها المملكة العربية السعودية وأكيد الجهات المعنية الحكومية اليمنية لتسهيل مهمة الحجاج، ولكن هذه السنة كان في العديد من وسائل الراحة والتقنيات اللي استخدمت أيضا لرفع مستوى المعيشة في هذا المكان للحجاج وكبار طيب السن طيب خاصة. طيب أخي علي معنا مرة أخرى، السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم صوتك يعني ان شاء الله يكون اوضح من ذي قبل، يعني ان شاء الله يكون صوتي، ان شاء الله يكون صوتي اوضح. برضو في اشكاليه في الصوت حقيقه. انا اقول لك اولا كل عام انت بخير، وكل عام حجاج بلادنا بالف خير، وان شاء الله يؤدون ويكملون مشاعرهم ونسكهم على اكمل وجه وبكل يسر وسهوله ان شاء الله. كيف لمست الجو العام، يعني الحاله النفسيه للحجاج، حاله الرضا لدى حجاج بلادنا بعد ان نزلوا من عرفات والان يوم متوجهين لرمي الجمرات ان شاء الله؟ نعم، هو طبعا ادوا في اول ايام التشريق اليوم صباحا رمي الجمره الكبرى هي 7 حصى، والحقيقه ان هناك سواد اعظم من الحجاج يعيشون رضا كبير جدا عن الخدمات التي وفرت وقدمت لهم. صحيح هناك بعض الامور الطفيفه او بعض المنقصات البسيطه التي حدثت، ولكنها حدثت في مشعر منى وايضا في عرفات، بينما حينما كانوا في مكه حقيقه هناك كل الخدمات متوفره بشكل كبير جدا، لربما انطفاء في بعض المخيمات او حتى بعض الاشكاليه في بعض المكيفات، بلا شك في ظل حراره تصل الى 46 درجه مئويه تشكل نوع من التعب والارهاق على الحجاج، لكن في الاطار العام هناك ارتياح كبير جدا من الخدمات، هناك ارتياح كبير جدا من الاعاشه، هناك ارتياح كبير جدا من ايضا وسائل المواصلات التي اخذت الحجاج بين المشاعر المقدسه هنا في مكه، بالاضافه الى ان هناك حقيقه خلينا فؤاد وانت وديان ايضا نضعكم في بعض الامور المتعلقة بالتجهيزات التي تمت من خلال الأشقاء في المملكة العربية السعودية. لاحظنا لفتة وتطور تقني عالي على مستوى كبير جدا في بعض الخدمات وفي بعض الأمور المتعلقة بالجانب الإعلامي، أيضا الخدمات التي تمس الحجاج بشكل مباشر. لاحظنا هناك وسائل جديدة متعلقة بإدراج القطار لتنقل الحجيج بين المشاعر المقدسة، أيضا هناك خدمة التاكسي الطائر متواجد في هذا العام، هناك أيضا بعض الأمور المتعلقة في الإسفلت المطاطي. والله أنا أعتذر منك أخي علي، كنت أتمنى أن أحصل على معلومات أكثر وضوحا في هذا الاتصال، لكن نظرا يعني الصوت غير واضح لدينا هنا في الاستوديو. أتمنى لك التوفيق وننتظر تقريرك في نشرة الأخبار هذا المساء بإذن الله تعالى لإيضاح أكثر حول الوضع العام وحجاج بلادنا. لكن في المجمل نحن أيضا نشكرك على تلك اللقاءات التي أجريتها مع حجاج بلادنا وهم يهنئون أسرهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نعود ونستكمل معكم فقرات هذا البرنامج من العايدين، ولكن بعد هذا الفاصل.
أجمل فرحة. العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة. العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا كتر يا رب في أعيادنا وافرح فيها البركة وزيد. جانا العيد اهو جانا العيد جانا العيد اهو جانا العيد. باركوا وهنوا سوا واتمنوا كل العالم يبقى سعيد. كل أخوة بره وجوه كل أخوة بره وجوه كل فرح وهنا وزغاريد. باركوا وهنوا سوا واتمنوا باركوا وهنوا سوا واتمنوا كل العالم يبقى سعيد. كل أخوة بره وجوه كل أخوة بره وجوه كل فرح وهنا وزغاريد. غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا كتر يا رب في أعيادنا وترح فيها البركة وزيد. جانا العيد اهو جانا العيد جانا العيد اهو جانا العيد. أهلا أهلا بالعيد ومن العايدين ومن الفايزين إن شاء الله، ورب يتقبل مننا ومنكم الطاعات ويتقبل مننا كل الدعوات، وإن شاء الله نكون أخذنا وكتبنا ربي بإذن الله مع المقبولين في يوم عرفة بإذن الله. كل عام وأنتم بخير مشاهدينا. مشاهدينا مسابقتنا ما زالت مستمرة، فيها العديد من الأسئلة. سألنا السؤال الأول وكان عن ما اسم الشجرة النادرة التي توجد في جزيرة سقطرى. نستنى اتصالاتكم، أتوقع الإجابة سهلة ما يحتاج إنه أحد يقولها، بس الحين أنا لازم أروح لفؤاد لأنه فؤاد هرب في الفقرة الأولى من سؤال مهم جدا أنا أحتاج أستشف أشياء من خلاله. أكبر عيدية أخذتها وأكبر عيدية عطيتها يا فؤاد وإجابة مباشرة. طيب خلينا قبل ما أسأل قبل السؤال قبل أن أجيبك على هذا السؤال، دعينا نرحب بالدكتور عبد القوي المخلافي وكيل أول محافظة تعز. دكتور عبد القوي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك، كل عام أنت بخير وتعز بخير إن شاء الله وأمن وأمان وسلام. آمين وأنت بخير وقضية عدن وكل العاملين فيها إن شاء الله. صحة وسلامة وعافية إن شاء الله، صحة وسلامة وعافية. حدثنا دكتور عبد القوي، اليوم تعز ربما عيدها مختلف على بقية السنوات الماضية، وبعد أن تم فتح الطرقات أو طريق تعز الحوبان يعني بدأ الناس تنفس من الحوبان إلى المدينة ومن المدينة إلى الحوبان وما إلى ذلك، كيف هي الأجواء؟ كيف كانت مسارة الأمور؟ بداية نود أن نشير أخي فؤاد أنه فتح المنفذ الشرقي لمدينة تعز يشكل خطوة هامة في مسار فك الحصار المفروض على مدينة تعز منذ 10 سنوات عقد، يعني خلال عقد زمني، ويعني هذا حصل بفضل نضال وصمود وتضحيات الأبطال يعني الجبهات والمقاومة الشعبية. حقيقة ما حصل نعتبره انتصار لتعز وأبنائها، ويعني وأبنائها بعد معاناة
وصمود على السنوات أمام الميليشيات الحوثية التي تعملت. هذا ما وجدناه يعني في وجوه الناس والمواطنين من صنعاء واستبشار وفرح كبير لهذه أقول الخطوة التي تحققت بفضل نضالات ومتابعة السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ رئيس المحافظة والمحافظة، وأيضا بمتابعة عديدة من القيادة السياسية ممثلة من فخامة الرئيس دكتور رشاد. نعم يعني أنا أتمنى من الأخ عماد مكرد هو معنا الآن داخل الاستوديو داخل أن يرينا أيضا لقطات لدخول الناس في المنافذ. ساعات دكتور عبد القوي يعني رصد الصحفيون أكثر من 1600 سيارة دخلت في يوم واحد إلى المدينة. بالفعل أخي الحبيب أنا كنت لك إنه الحصار الذي فرضه الحوثيين على مدينة تعز كان حصارا مطبقا، لم يعد سوى هناك طرق وعرة، طرق طويلة، طرق ربما يعني محاطة في قضية الحوادث الأمنية، يصعب مشيها من قبل السيارات الصغيرة والدبابات. الناس متعطشين لزيارة تعز من أبناء تعز. نعم. المتواجدين في المحافظات وجدوا فرصة فعلا، وخلال الثلاثة الأيام دخلت آلاف من السيارات ومن الأسر الذين حرموا ربما هذه الزيارة منذ سنوات، ويعني ابتسمت الفرحة والابتسامة في وجوههم. يعني فنحن استشعارا للمسؤولية اتجاه المواطن والسكان من أبناء تعز، يعني نسعى جاهدين كلنا من دول السنوات على فتح هذه المنافذ والضغط بكل الوسائل الممكنة. نعم نعم. ما هي رسالتك يعني على السريع كده، رسالة السلطة المحلية في هذه المناسبة وفي هذا الظرف أيضا؟ رسالتي أخي الحبيب أولا للميليشيات الحوثية التي يعني تعمدت في فرض حصار لمدينة تعز ليس له مثيل على مستوى أن تكون صادقة وجادة في قضية يعني تخفيف معاناة المواطنين في فك كل منافذ وكل الطرقات، وأيضا مدى هذه المحافظة بالمياه التي تمثل 80% المتواجدة ما تزال يعني في لدى سلطة الميليشيات الحوثية مقلبها. نريد أن تكون جادة وصادقة وأيضا ليس لي من رسالة سوى لأبناء تعز الذين يعني حرموا هذه الطرق منذ السنوات على أن يواصلوا صمودهم ونضالهم ضد هذه الميليشيات الإجرامية التي اليوم ظهرت في مظهر المن، لكن نقول هي وصلت نتيجة ضغط دولي ومجتمعي إلى أن تفتح هذا الطريق ليس منة منها. ونقول لأبناء تعز أن يكونوا أقول أن يرحبوا بإخوانهم أقول بصدور مفتوحة، وأن يكونوا أيضا يقظين لاحتمالات لا قدر الله. شكرا دكتور عبد القوي المخلافي وكيل أول محافظة تعز، شكرا جزيلا لك، شكرا لجهودكم في هذه اللحظات. أيضا حقيقة يعلم الناس جميعا من الذي تسبب بحصار هذه المدينة. نعم. أنا أتمنى أيضا معنا تيسير أيضا. نعم معنا الصحفي تيسير السامعي. نعم أهلا بك أستاذ تيسير. اهلا وسهلا، تحيه لك، تحيه طيبه للتعز ايضا، تحيه طيبه لكم جميعا ان شاء الله. وعيد كل عام وانت بخير وينعاد عليك بصحه وسلامه يا رب. نعم استاذ تيسير، انا حابه اسالك عن اجواء العيد، كيف تشوف نفسيات الناس، كيف المظاهر الفرحة الموجودة في تعز، إقبال الناس؟ معروف طبعا كمان أنه تعز من المدن اللي بيجوا الناس عليها في المناسبات علشان يعني يغيروا جو ويزوروا أقربائهم أو يستمتعوا بالأماكن الجميلة اللي ممكن يتنزهوا فيها في العيد في مدينة تعز.
كمان حابة أسألك عن الأضاحي وأسعارها، إمكانية المواطنين بأنهم يقدروا فعلا يزكوا هذه السنة، كيف كانت في ظل طبعا الظروف الحالية والحرب؟ أسئلة كثيرة يا تيسير، أسئلة كثيرة. حياك الله. بالنسبة للأجواء في تعز، طبعا أنا أعيش في مدينة تعز ومنذ سنوات، وألاحظ أنه أبناء تعز في كل عيد يحاولون أن يصنعوا الفرحة ويصنعوا من العيد ابتسامة ترسم على شفاههم رغم المعاناة، لكنهم يتحدون المعاناة ويعيشون أجواء العيد، وربما الأجواء العيدية التي يعيشها أبناء تعز ربما تفتقدها كثير من المناطق. هنا تجد الثقافة، تجد الطرب، تجد الغناء، تجد المسرح، تجد الثقافة، تجد كل شيء هنا في تعز، تتنوع ثقافي كبير جدا، يعني أعتقد أنه هذا لا يوجد في أي محافظة أخرى. فتعد اليوم يعني لا تزال يعني تحتضن الجمهورية، يعني تحتضن الجمهورية بكل معالمها، يعني تحتضن ثقافتها بفكرها بمعالمها، وهذا ما يميز تعد عن غيرها اليوم. لذلك أنا أقول إنه اليوم تعد هناك فرحة عيدية، نحن رأينا جموع المصلين في ساحة الحرية، احتشد الناس بمئات الآلاف بأداء صلاة العيد، ليس في ساحة الحرية أيضا في ساحات أخرى يعني للعيد أيضا بهجة غير عادية. أيضا هناك أيضا هذا العام ما ميز عيد هذا العام عن غير الأعياد هو أنه كثر الحصار، كثر الحصار الذي كان مفروض عن على أبناء تعز منذ 9 سنوات. أبناء تعز ينظرون أن هذا انتصار لهم، أن هذا انتصار لصمودهم، أن هذا انتصار لضحيتهم، أنهم أكبروا من شيئة الحوثي على أن تكسر على أن تفتح الحصار، وهذا ما كنا نقوله منذ أن بأنه سيأتي يوم ستفتح الطرقات وستفتح المنافذ سلما أم حربا، وجاء اليوم الذي يرى فيه أبناء تعز الطرقات تفتح، وكما فتح طريق دولة الخصر كم ستفتح الطرق الأخرى، وسترفع الحصار على تعز، وستنتصر تعز، وستنتصر الجمهورية بإذن الله، لأن أبناء تعز لديهم قضية واضحة وعادلة أنهم لن يخضعوا إلا لسلطان الدولة، دولة الجمهورية، دولة الشراكة الحقيقية، الدولة التي تحقق المواطنة المتساوية، التي ليس فيها سيد ولا فيها عبد، فيها مواطن كل مواطنة متساوية. هذا هو منطق أبناء تعز. أما عن مسألة الأضاحي، طبعا الظروف الاقتصادية قاسية جدا، لكن هناك حالة من التكافل الاجتماعي، الحمد لله اليوم أنا أشاهد أن الفرق المتطوعين والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية تعمل بوتيرة عالية، وهناك توزيع للحوم إلى كل الحارات، ونرى هناك يعني حالة تكافل اجتماعي غير عادية، الفقير يحصل على اللحم والغني يحصل والناس يعيشون فرحة. الحمد لله أنا أشاهد هنا في حارتي لا يوجد بيت إلا وحصلت على حقها من اللحوم وعادت فرحة هذا العيد بفضل يعني ظاهرة التطوع والتكافل الاجتماعي الذي يعني ينتاج يا أبناء تعز، وهذه ظاهرة رائعة ربما يعني تجسد روح التكافل الاجتماعي في المدينة. والحمد لله أنه رغم الظروف القاسية والارتفاع الجنوني للأسعار، لكن الناس يعيشون الفرحة، يعيشون العيد، الحدائق ممتلئة. قبل صبر اليوم امتلع عن بكرة أبيه نتيجة يعني حتى الذين كانوا في الحوبان اليوم اتجهوا جميعا إلى قبل صبر، اتجهوا إلى داخل المدينة. اليوم بدل أن يخرج أبناء تعز جاء إليهم الناس، جاءوا من القاعدة، جاءوا من مناطق كثيرة، جاءوا إلى مدينة تعز لأنهم هنا يعني يشمون عبق الحرية. بمجرد أن تدخل مدينة تعز تشم عبق الجمهورية، تشم عبق الحرية. تعز اليوم فيها يعني فيها ميزات ربما تفتقدها كما قلت كثير من المحافظات الأخرى، وهذا ما يجعلها اليوم قادرة لكل أبناء اليمن أن يأتوا لتعز. نعم. لذلك رأينا أستاذ تيسير يعني. نعم. أستاذ تيسير السامعي الصحفي من تعز، في التفاتة صغيرة، التفاتة صغيرة فقط، تفضل. التفاتة صغيرة جميلة شفتها اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي اللوحة الكبيرة التي علقت في مدخل تعز
وتقول مرحبا بكم في تعز، مرحبا بكم في تعز الجمهورية حيث لا سيد إلا الشعب. هذه عبارة. نعم أستاذ فؤاد، الآن هذه اللوحة، الآن هناك من يطالب بأن تصبح لوحة كبيرة وتعلق على أبواب تعز. هذه اللوحة الآن أصبحت الآن كل يعني وسائل التواصل الاجتماعي الآن كلها تعب بهذه اللوحة، يعني رغم أنها لوحة صغيرة لكن يوم من يطالب بأن يجعلها لوحة كبيرة وأن تعلق في كل مداخل تعز وأن يعني تجعل رمز، تجعل اليوم يعني شعار لكل أبناء تعز. نعم. يعني الأعداد الكبيرة فعلا، يعني أعتقد وزارة الثقافة ومكتب الثقافة في تعز سيكون لديه حجمة كبيرة من البرامج الترفيهية والثقافية خلال فترة العيد. كل عام أنتم بخير، أتمنى لكم التوفيق. تعز الثقافة، تعز الفن، تعز الإبداع، تعز الجمهورية، تعز الانتصار إن شاء الله. شكرا جزيلا عز. وحنأخذ كمان بعض اللقاءات مع المواطنين من الداخل من عدة مناطق نسترجع فيها إحنا وياكم ونشوف كيف كانت الأجواء في هذه المدن. الأضحية وبعد الزيارة العائلية والتبادل التهاني، والحمد لله رغم أن الوضع مع الناس شوية صعب لكن البهجة موجودة الحمد لله. العيد فرح وسرور ويذبحوا ويخرجوا ويفتهنوا كل شيء عندنا. الله نقول الله ينصر اليمن وحسبي الله ونعم الوكيل على ذي لك اليمن. عيد أمي الغالية الله يحفظها وأخواني وكرايمي وكريمتي اللي بالسعودية هنيه وكل سنة وهي طيبة والحمد لله. والأقوى داخل عدن مليحة، صح أننا نعاني من الكهرباء ونعاني من الماء بس إن شاء الله باتفرق كل شيء بيد الرحمن الرحيم. الصلاة باليمن أنا كنت بنيويورك ما بش لها طعم، ما بش لها ريحة بالغرب، لكن باليمن لها شيء ثاني، لها طعم، لها ريحة، لها خاصة مع الأهل والأصحاب والأصدقاء. كل عام أنتم بخير، عيد مبارك علينا وعليكم بالعافية. والله جو الأعياد هذا المرة أنه حلوة وجو عندنا فوق بالشمال المطارة حلوة، والمعنى الحمد لله الرحلات كويس الحمد لله. نجي نستلقف من هنا زبائن إلى منطقة دمت إلى صنعاء إلى دمار، والحمد لله معنى الجو هذا الأيام حلوة. إحنا كصنعاء في بلادنا خولان الطيال بالزفاف البراع على الرقصات الشعبية الزوارات، فكل منطقة تتميز عن منطقتها. مثلا في إب تلقاهم عادات تقاليد تختلف عن عادات تقاليدنا بالرزفة بالرقصة بالبرعة باستقبال الحجاج، فكل بلد ولها انطباعاتها ولها طابع خاص. عسبت العيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير، ونحن بالنقاط متواجدين لتأمين المواطنين. و احنا متواجدين هنا لتأمين المواطنين بالنسبة عيد الأضحى المبارك. نهني شعبنا الجنوبي بعيد الأضحى المبارك ونقول لهم كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية. رغم أن العيد كل الناس عيدوا عند أهلهم إلا أن نحن سنعيد في النقاط ولأجل الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار الأمن والأمان. نهني الشعب اليمني بقدوم عيد الأضحى المبارك وقادتنا السياسية الممثلة بالأخ الرئيس الدكتور العليمي والمجلس الرئاسي
ونتمنى من الله أن يعم السلام والأمن في هذه البلاد. لكل من هو إنسان وطني وشريف وهذا يعني على الأقل بس يحسوا بمعاناة المواطنين بس من توفير خدمات وتوفير رواتب وهذا. والله أوجه رسالة العيد المبارك إلى الشهداء والجرحى أسرهم ونقول لهم كل سنة وأنتم بخير على هذه الظروف اللي تمشي فيها البلد، وإن شاء الله أن البلد تتحسن للإمام، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير وبصحة جيدة. ونشكر القناة عدن على هذا اللقاء، وما فيش مزيد ما فيش مزيد، نحن نتكلم معاكم اللي في القلب. طبعا في طيب طبعا معظم العاملين في محافظة عدن من البقالات والمطاعم والشركات والدكاكين يغادرون إلى مناطقهم القرى والمديريات. أيضا في نفس الوقت تبقى عدن شف خالية، ولهذه يحتفلون بالعيد الأضحى بعكس عيد الفطر المبارك، يكون عيد الأضحى يهتموا بالناس يأتون من أي مكان من الدول العربية والخليجية والأوروبية والأمريكية لقضاء إجازة العيد 10 أيام. نتمنى لهم قضاء عطلة سعيدة إن شاء الله. سمعنا هذه اللقاءات من المواطنين في مختلف في بعض مناطق اليمن وفي عدن بالتحديد. يعني هناك آمال، هناك طلبات، هناك رسائل مهمة، وهناك حالة يجب أن تتغير في مسألة الخدمات، في مسألة تقديم ما يحتاجه المواطن. وفي هذا اليوم أيضا الكريم وفي هذا العيد لا ننسى أن نعزز ما يقوله المواطنون. نحن أساساً لسان حال هذا المواطن، هذه القناة بكل برامجها هي لسان حال هذا المواطن، يجب أن تعبر عن نبض هذا المواطن ومتطلباته وحالاته أيضاً، وأيضاً لسان حال الدولة والمؤسسات الحكومية. نتمنى بإذن الله تعالى أن يكون هذا العيد عيد خير، وأن تأتي الأعياد القادمة وأمور المواطنين أفضل حالاً مما هم فيه. يسرنا أيضاً مشاهدي الكرام أن نرحب بضيف عزيز كريم انضم إلينا هنا في الاستوديو، وسيكون رائع ومميز كما هو دائما، الفنان والمنشد فضل اليافعي. أهلا وسهلا فيك أخي فضل. مرحبا بك أخي فؤاد والأستاذة وديان، كل عام خير، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأسرة البرنامج وكل المشاهدين وشعبنا اليمني في الداخل والخارج وجميع الأمة العربية والإسلامية في خير وصحة وعافية. شربت شاي يا فضل قبل ما تجي ولا لسه؟ حياكم الله. نعم أنا أشتيك كان يعني. الضيف واجب طبعا أكيد، وكمان ودنا لو نعايدك بعد خلينا نقدم لك حاجة. حياكم الله. شكرا أستاذة. بمناسبة العيد، بمناسبة العيد اليوم فناننا وأستاذ فضل، أنت قدمت العديد من الأعمال أكيد، ولك العديد من الأناشيد اللي موجودة على منصات التواصل الاجتماعي وتستعرضها القنوات الفضائية، بس أنا عندي سؤال. أنا اليوم مهتمة جدا بالذكريات ومهتمة جدا أن أنا أعرف. على فكرة أيضا اشترك موجود كان في قناة عدن في بعض البرامج أيضا كمان، يعني زميل كمان. يعني هو قدم عودا حميدا يعني. عودا حميدا أستاذ فضل، حياكم الله. بس كلمني عن ذكرياتك، إيش اللي تذكره من أغاني العيد، وتقدر كمان تغني لنا حاجة منه بسيطة كذا لو ممكن؟ والله طبعا العيد يعتبر مناسبة دينية بحتة، وفي اليمن العادات والتقاليد تختلف تماما عن بقية البلدان، بحيث أن اليمن يكون لها طقوس أخرى، حتى من محافظة إلى أخرى تختلف باختلاف المكان. نعم، نعم، والزمان. تنوع ممكن. تنوع نعم، لكن تبقى هناك أيفونات عيدية هي تعتبر من الأغاني التي لا يعني لا نطعم العيد إلا بسماعها. يا الله فعلا. نضحك على الأيام. فعلا.
هذه ابرد من الاوهام. ايوه ابرد من الاوهام. النشيد الوطني العيدي وهكذا. نعم. النشيد العيدي يعني في اغاني كذا لاصقه في العيد لا يمكن انها تفارق ولا يمكن انها. أنستنا يا عيد كمان. وأنستنا يا عيد. نعم. نعم. هي كمل يعني كمل جميل. أيفونات عيدية. فالحمد لله يعني اليمن يعتبر يعني موروث ثقافي وموروث حضاري بالنسبة للأغاني والألحان سواء يعني العيدية والدينية وفي كل المناسبات وطنية تراثية زراعية. نعم. عاطفية وما إلى ذلك. خلينا يعني معروف أصلاً أن اليمن متنوع بالمقامات والأغاني المنتشرة في الجزيرة العربية. إذا رجعت للتاريخ كفولكلور وكتراث وكتخصصات دينية قليل بس استأذنكم شوية هتقول لي الاتصال؟ نعم الاتصال أنا حاخذه. مها أيوه انا قلت السؤال وانا حاخذ الاتصال. يلا تفضلي لانه تسمح لي؟ عشان ما تضلش على الـ على الـ على الهاتف. اوكي معانا مها الصلوي من تعز. اهلا وسهلا مها. الو مها كل عام وانت بخير. انت بخير. سمعتي السؤال في بدايه الحلقه بلغوك الكنترول؟ أوكي السؤال يقول ما هي الشجرة النادرة الموجودة في جزيرة سقطرى؟ صوتك مو واضح الاتصال. الإجابة إيش هي؟ مرة ثانية؟ أعتقد شجرة الأخوين. ممتازة يا مها ممتازة 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 وكل عام وانت بخير. جائزتنا لا بس عفوا بس تقاب زي الناس والله. أجابت ثلاثة مرات يا فضل. شجرة الأخوين قالت دم الأخوين قالتها ثلاثة مرات. ممتازة يا مها خلي فؤاد هو شكرا يبغى يشاكسك كذا شوية على الهوى مو أكثر يعني علشان نعمل شوية أكشن مش أكثر يعني. طيب أجابت على السؤال دم الأخوين هي الشجرة النادرة الموجودة في جزيرة سقطرى. الجائزة على هذا السؤال راح توصلك عن طريق الكنترول حيتواصلوا معاكي. لا هو أعتقد أنه بعدين المتصلين أيضا الآخرين إن شاء الله بإذن الله تعالى سيكون لهم أيضا حظوظ وافرة. نعود مرة ثانية لفنانا الجميل والمنشدنا الرائع. نعم. يعني الجمهور دائما ما يحب أنه يتعرف على الفنان والفنان هو صوته واختياراته الغنائية هي رسالته. نعم. ماذا اختار الفنان فضل لهذه المناسبة ولجمهور هذا البرنامج وهذه الحلقة؟ لأن الظرف والمكان يعني هناك حجاج في بيت الله الحرام وإحنا بناخذ موال ثم ناخذ يعني أيفونة العيد أضحك عليها. يا راحلين إلى منى بضياء هيئتم يوم الرحيل أفوادي يا سلام حرمتم جفن المنام لبعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي وحنين قلبي حين يسمع صوتا وحنين قلبي حين يسمع صوتا يعلو بذكر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سرتم وسار دليلكم يا وحشتي ليس أطربني وصوت الحادي اضحك على الأيام. لا قبل انت لقى شعرت البدني الآن
أشعر بدني من هذا كله. ما شاء الله ما هذا من هذا كله بتبدأ وبعدين تنطلق من 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 المشاعر المقدسة وحالة الشعور بالروحانيات والتواصل. يعني هذه مشهورة. خلينا نعلق، أعطينا فرصة نعلق على عليها الجمال اللي أنت قدمته قبل شوي. تقفز إلى الداخل. وهو كذلك نو بروبلم أستاذ، الله يبارك فيك. أهنيك ويعني أشكرك جدا إنك أنت قدمت لنا هذه الأنشودة أو إيش تسميها؟ موال. موال. نعم. موال. هذه الأنشودة أو الموال جميلة جدا، أنا حقيقة أول مرة أسمعها. لا قديمة. ولكن قديمة للأسف قديمة للأسف جداً. أول مرة أسمعها، ولكن يعني أنت كمان قلت أشياء البدن. في الصوت في صوتك كانت جميلة جدا. ما قدرت أسكت. شوف يا فضل، يعني حقيقة هذه التواشيح الدينية تبدأ، شوف في تبدأ من رجب وشعبان ورمضان وذل وشوال وذي القعدة وذي الحج وذي القعدة. هؤلاء في هناك تواشيح مختلفة في هذه الأشهر، بدءا من حالة الاستعداد للحج الذين يأتون استقبال رمضان. لا لا، استقبال وانتظار الحج حتى يستعدون للحج من رقب. وهناك تواشيح أيضا تعزز أو تحفز الناس للذهاب إلى الحج، وكنا نسمعها في الجبال والأودية وبعض الشيبة الذين يصدحون بهذه الأصوات الجميلة حقيقة. جميل جدا. أيوة يبدأون مثل الابتهالات كمان اللي يعني تخيل تقدم أن في القرى والأرياف، في القرى والأرياف بعض الأودية هناك من 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 الكبارات الشيبة كانوا يقولون هذه ويبكي الناس في الطرقات. صحيح. نعم. واليوم وأنت اليوم ذكرتني بتلك الأيام الجميلة حقيقة زمان. واقشعر البدن والله من هذا الصوت الجميل، ما شاء الله، يعطيك الصحة والعافية، وعشنا لحظاتها. بالنسبة للأناشيد يعني الأغاني العيدية، هذا موضوع آخر غير التواشيح. لذلك افصل بين التواشيح والأغاني بحيث نحن نعمل فاصل، حتى الأخت أو الزميلة العزيزة وديان تعمل هذا الفاصل. نحن حاولنا يعني هي صراحة بالنسبة للموروث من الألحان والأناشيد حتى الأغاني، يعني هي بالأخير الألحان تعود إلى مشارب صوفية بحتة. صح. الأغاني اليمنية وغير اليمنية هي بالأخير تعود إلى مشارب صوفية. يمكن لأنه هذا الفن أصلاً كان الصوفيين مهتمين جداً بالموشحات والابتهالات. أنا كانت لي دراسة يا أستاذة. المدح كمان، فن المدح، يمكن علشان كده فمن هنا طلعت يعني هذه الأغاني. نعم. أنا بالمناسبة كانت لي دراسة. أيوة. حول النشيد أو النشيد اليمني بشكل عام، خصوصا برغم الظروف اللي كان فيها بلدنا فيها. قصدك الإنشاد في اليمن بشكل أيوة عام؟ أيوة، له شريحة مجتمعية كبرى في الوطن العربي، الجمهور السعودي، الجمهور الجزائري، الجمهور المغربي، الجمهور الأردني، ناس تتذوق هذا الإنشاد. وصراحة الشباب الجدد الآن أمثال سليم الوادعي استطاع ان يخرج من بهذه الانشوده. طيب. من مستواها او من محيطها الى برا اليمن. طيب دعنا، حوارنا معك يطول على فكره اخ فضل، اولا سعاده بوجودك حقيقه، سعاده بصوتك مشاركتك ايضا، وعلى فكره بيشترك معنا فنان اخر من امريكا ان شاء الله سيكون معنا بعد لحظات ان شاء الله. نعم. لكن قبل ذلك ما صرحت عن اسمه مفاجأة؟ لا خلي شوية. دعنا يكون معنا أيضا الأستاذ المهندس جمال جباري، وزير مفوض بسفارتنا بالقاهرة. أستاذ جمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنت بخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير وبلدنا بخير والأمة العربية والإسلامية بخير وعافية إن شاء الله. وأسعد بالمشاركة معكم. أهلا وسهلا فيك. يعني نعلم أن الجالية اليمنية في مصر يعني ما شاء الله أعداد كبيرة في يعيشون في القاهرة، وهناك الكثير من الفعاليات. كيف تهيأتم؟ كيف يعني ما هي جهود السفارة أيضا لترتيب مثل هذه الفعاليات أو الاحتفالات التي ممكن أن يحتفل بها اليمنيون في القاهرة بالتحديد ومصر بشكل عام؟
الجاليه اليمنيه في مصر ظهرت تحديدا جاليه مترابطه ومتعاونه، وهناك لقاءات ولقاءات غنيه جدا، واما بشكل جماعي او بشكل فردي على مستوى الاحياء. لكن هي بطبيعه الحال هي الجاليه اليمنيه مثل الجاليه في كل البلدان مترابطه، وهي نعم تعمل ذاتيا. نعم. فبالنسبة للسفارة اليمنية تقدم كل ما لديها من خدمات وفعاليات وطنية ودينية. الجالية السفارة كعادتها متعاونة دائما وتقوم بواجبها، هذا واجبها. نعم. الذي لفت نظري حقيقة استاذ جمال، لفت نظري هو فعلا حالة التعاون والترابط الكبير لدى أبناء الجالية اليمنية في القاهرة. أيضا كثير من الجمعيات الخيرية تقدم يعني أشياء كثيرة، أعمال خيرية للمواطنين هناك، ومواد غذائية أيضا، سلال غذائية، وكثير من هذه الأنشطة المهمة في واقعنا حقيقة. بطبيعة الحال الجالية اليمنية في القاهرة هي نسخة مصغرة من الشعب اليمني بالداخل، ونزحت إما لأسباب كثيرة جدا، من السبب الرئيسي هو الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية، فلم تعد تطيق البقاء في اليمن، فانتقلوا لظروف مختلفة جدا، اقتصادية واجتماعية إلى آخره وأمنية. فالبيوت التجارية وجمعيات كثيرة جدا يعني هنا عادت تشكيل نفسها وتقوم بخدمات بالتعاون طبعا والتنسيق مع السفارة اليمنية، وعملها ممتاز جدا سواء على المستوى الطبي او على المستوى التمويل والناحية الإنسانية والغذائية، والامور تحسنت نسبيا في اطار الجالية، خاصة الحمد لله انتخابات جالية جديدة من مختلف التيارات والمكونات اليمنية والمناطق، تمثل الجالية بشكل جيد وهي تقوم بدورها المناسب. استاذ جمال عشان الوقت، لانه والله الوقت يداهمنا بشكل سريع، ثلاثه بوكي ورد يعني نقدمها للاستاذ جمال، انت بدورك لمن تقدم هذه الثلاثه البوكي الورد؟ البوكي الاول للشعب اليمني الصابر المرابط المحتسب على الانقلاب الحوثي الذي اكل الشجر والحجر، والذي أنهى أو حاول تسيلها وسيطر على جزء كبير من السكان والقرية السكانية اليمن. هؤلاء أنا أعتبرهم جزء في البرج الورد، هذا أول واحد. ثانيا أيضا للجنود المرابطين وللشهداء رحمهم الله وللجرحى عافاهم الله الذين واجهوا الانقلاب الحوثي. نعم. الثالث هو للقيادة السياسية، ونذكرهم أن على رأسها الدكتور رشاد العليمي، ونذكرهم أن الشعب اليمني يعيش ضائقة، ولا يمكن استعادة الدولة اليمنية إلا بالقضاء على الحوثي، ومن دخل بالبندق وبالسلاح لا يمكن أن يذهب بالسلاح، وأي مراوغات وهي مكشوفة من قبل الحوثي ولن يستسلم إلا كما دخل، سينتهي وسينتصر الشعب اليمني بقيادته. نعم. شكرا جزيلا المهندس جمال جباري والوزير المفوض بسفارتنا بالقاهرة، كل عام وأنت بألف ألف خير. نعم، نرحب من جديد بضيفنا في الاستوديو الفنان فضل اليافعي. فضل، قبل ما ناخذ هذا الاتصال كنت سمعتنا أغنية أنشودة، أنا قطعت على طول، ديني، كان جميل جدا. أنا الانتقال من الديني مباشرة إلى الـ إلى الـ إلى إلى الطربي ضروري، فاصل يا أستاذ عشان ما تضيع المتعة علينا. أيوة. الحين ممكن نروح للون الثاني. طيب إن شاء الله. ها، اضحك على الأيام وبرد من الأوهام، وانرح مع الأنظام وفرح بهذا العيد، افرح بهذا العيد، أنستنا يا عيد، أنستنا يا عيد، سلم على أحبابك
واهلك واصحابك سلم على احبابك واهلك واصحابك وقل لمن عباك مبروك عليك العيد أنستنا يا عيد أنستنا يا عيد اضحك على الأيام وبرد من الأوهام ومرح مع الأنغام وفرح بهذا العيد افرح بهذا العيد أنستنا يا عيد يا سلام أنستنا يا عيد. طيب قبل أن نبدأ على فكرة معنا شخص مهم سيكون معنا الآن وعبر السكايب أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن قبل أن ترحب فيه زميلة وديان، أنا أشتي يعني مثلا أغنية يافعية خاصة بالعيد. طيب ماشي في. طيب نسمع الأغنية اليافعية. ماشي نسمع الأغنية اليافعية وبعدين نرحب بضيفنا الآخر. طيب ماشي. يا الله يا ربنا سالك بطه والأحزاب وبطه والأحزاب يا كريماني يا الله سهل الرزق يا رحمن وافتح لنا الباب افتح لنا الباب واستر الحال يا الله تجعل العيد عيد العافية واتق الرب العافية واتق الرب واكتب لنا الأجر يا الله يا كريم أنت للإنسان غافر وتواب غافر وتواب وارضنا الحال يا الله ولا بعد عيد الضحى عيد الأقارب والأصحاب الأقارب والأصحاب وفرح الأهل يا الله يا الله. جميل جميل جميل. هذه القصيدة كتب كلماتها أحد الشعراء وأرسلها لي يمكن قبل كم يوم كذا. يعني هذه جديدة. هذه جديدة. يعني هذه لحنا وكلمات ولا وأداء. إحنا بننمقها. لا جميلة. أنا أتخيل أنها من التراث. لا اللحن من التراث أما الكلمات هي جديدة. يا سلام يا سلام. طيب 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 معنا فنان آخر. معنا فنان آخر نعم عبر الاتصال المرئي من الولايات المتحدة الأمريكية نرحب بالفنان حسام علاية. حسام علاية الجميل نعم. الرائع المميز حقيقة. كل عام أنت بخير يا حسام. وأنت بخير. لا نريد الصوت لأنه ما نسمع بوضوح. نريد الصوت والصورة وكل شيء لحسام يكون يعني على سنقة عشرة كما يقال. تسمعني بشكل واضح؟ طيب الصوت الآن كيف؟ ألو حسام معنا؟ نعم معكم حبيب الغالي. كل عام أنت بخير أسعد الله أيامك. أهلا وسهلا فيك في قناة عدن الفضائية. أهلا يا أهلا. أرفعوا لنا الصوت شوية بالكنترول يا شباب أو عيدوا الاتصال مرة ثانية مع حسام. واضح صوتي مش واضح أنا ولا كيف يعني؟ الآن كويس أستاذ حسام. أهلا وسهلا فيك في قناة يعني عدن وكل عام وانت بخير. هلا هلا يا هلا يا هلا فيكم وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله. كيف اجواء الاحتفال في الولايات المتحده الامريكيه؟ باي ولايه؟ باي ولايه؟ من اي ولايه تكلمنا؟ انا في نيويورك. في نيويورك معروف كميه اليمنيين الموجودين في نيويورك ومدى قوتهم وتاثيرهم ورسوخ ثقافتهم اللي يعني واضحه في عده معالم. بس الساعه كم الان في نيويورك تحديدا ونيو جيرسي؟ الساعه كم الان؟ في فرق توقيت اكيد بيننا وبينهم. صليتم العيد يا حسام ولا لسه؟ صلينا العيد. نعم الان الساعه مقارب 12. طيب حدثنا مقارب الواحده. حدثنا كيف كانت صلاتكم اليوم العيد وتجمع اليمنيين في عيد الاضحى؟ والله ما تكونش بنفس الاجواء اليمنيه يعني، ولكن محاولين ومجتهدين كبار السن والشباب والصغار ان احنا نصور العيد بنفس الشكل في اليمن، حتى اللبس نلبس الجديد، التصافح يكون بشكل
يعني تحافظون على العادات والتقاليد اليمنية. هذه واحدة من أهم السمات اللي تميز الهوية اليمنية، أنه اليمنيين بيكونوا دائما محافظين على عاداتهم وتقاليدهم وين ما كانوا. أكيد أكيد، هذا يعتبر تراث شعب وهوية، فإحنا مجبرين وملزمين في هذا الشيء أنه ننشر ثقافتنا ونوري حتى الشعب الأمريكي وكل الأجانب زينا ولبسنا، فتشوفهم دائما يعجبوا بهذا الشيء، أول ما يشوفونا بالثوب والجنبيول فيقدموا إعجابهم، أحيانا يأخذ جنبك صورة. طيب يا حسام عشان الوقت حقيقة، أنا حقيقة والله المخرج ضاغطني بالنسبة للوقت، أتمنى أن احنا جلس 3 ساعات معكم، لكن الوقت ضيق جدا، ونقول لك كل عام أنت بخير، جمهورك بانتظارك. معنا فنان جميل أيضا هنا في الاستوديو، الفنان فضل، وهو فنان جميل وأيضا أنت فنان رائع، نريد ماذا تقول لجمهورك اليوم؟ والله في الداخل والخارج نقول لهم كل عام وأنتم بخير، وينعاد عليكم بالصحة والعافية، ونسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجنبنا المحن، ويخرج اليمن من هذا الدوامة الذي احنا فيها وطالت. فندعي الله في وقفتنا وفي عيدنا أنه يكون عيدنا إن شاء الله أجمل، ونكون إن شاء الله يعني مصفين نيتنا في كل الأحوال. طيب العيد 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 يشدك لنغم معين، ما هو هذا النغم الخاص بالعيد عندك؟ عندما يأتي العيد ماذا يستحضر حسام في ذهنه؟ والله أنا مستحضر يعني شنو أغني يعني؟ يا ريت والله. أكيد. والله أنا طيب. مع العود كمان. أغنية العيد بالنسبة للشعب اليمني، هذا أغلى وادي، هذا العود الذي ما لا يمكن إنه يخرج من البيت. ما شاء الله. في أغنية غناها الفنان السابق وأنا أسمعكم في اللقاء. نعم. أيوة. الأستاذ فضل اليافعي. بعيدها بشكل هالأوضح الآن. الصوت واضح واضح ان شاء الله واضح، خليني بس اضبط الصوت. طيب الان كيف؟ واضح واضح. تفضل فيما حيضبط حسام دوزان العود. جاهز اوكي، ايش حتغني لنا اول؟ ايش الاغنيه هو غنى؟ اضحك على الايام بس بشكل في شوية غلط، فبعدلها وبعدين أغني لكم أغنية فيها قصة. يلا 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 بنخلق حالة تنافس، يلا بسم الله. أتحب أنت الأجواء هذه؟ لا بالعكس بالعكس، فنان جميل. صوت فضل رائع والله، تفضل. حق على الأيام برد من الأوام، وسباح مع الأنغام، وفراح بهذا العيد، وفراح بهذا العيد. أنا السنة يا سلم على أحبابك. ارفع الصوت، ارفع الصوت يا مخرج، ارفع الصوت داخل الاستوديو لو سمحت. كل من حبك افتح صوت مبروك علي بالعيد. سمع افتح صوت السماعة. السماء يا ايش. شكرا جميل. شكرا حسام جميل. على هذا الاداء. لا 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 احنا يعني كان عندنا فرصة حلوة جدا، سمعناها بدون عزف يا فؤاد. كان عندي خطة وسمعناها بعزف. انا كان عندي خطة، انا عندي خطة جميلة، كنت اريد المخرج يفتح لنا صوت السماعة هنا عشان فاضل يسمع الاغنية وتغنوا مع بعض الاغنية. انت طب ايش رايك يغنوا اغنيه ثانيه مختلفه مع بعض؟ ما فيش مشكله. ايش رايكم تغنوا اغنيه ثانيه مع بعض تكونوا اثنينكم تتفقوا عليها؟ يعني حضرتها فيها قصه للفنان الرائع الكبير اسال الله ان يرحمه فيصل علوي. اها اها. جاء امريكا في رحله علاجيه لعلوي ابنه زمع. ايوه. فكانت فتره عيد. اها. طب كان عنده اكثر من مهرجان في امريكا. في يوم العيد طبعا الفنان الراحل جاء في الثمانينات اعتقد. اها. قبل العيد بيومين خرج اشترى الملابس وكان جاهز للعيد على اساس انه في اليمن. فتفاجأ لما خرج العيد الناس كلها شغالين، ما حد يعني العيد شبه معدوم. فكتب له كلمات الشاعر الكبير ايضا الراحل مهدي علي حمدون، كلمات يا شقي في يوم عيدك. اها.
يرحمك تم هذا الخبر ما ي... لانه كان هم من الناصحين لفيصل علوي انه ما يرحل بهذيك الفتره، كان عنده اكثر من طلب للخليج، قال له امريكا امريكا كما الذي يعرفك في امريكا كما المغتربين. طب خلي كمل القصه ايوه ايوه الوقت صح ينتهي. واخذ رحلته لهناك فكتب له هذه الكلمات، لانه فيصل علوي بعد ما شاف العيد مفاجاه كتب له: يا شقي في يوم عيدك يرحمك رب السماء، ذا الخبر ما بيفيدك ولا يستيكما، جيتني تسكب دموعك وانت في ثوب الفرح، وانت ذي ميل تعودك وانت ذي قلبك سمح، نعمل منها مقطع ولا يكفي؟ اعمل 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 نعمل مقطع وغنى وهل وغناها في امريكا. نعم غناها في امريكا وتسجلت واخذت يعني شهرة واسعة. يلا نسمعها مع بعض. يرحمك رب السماء للخبر أبا يفيدك لو لا يديك يوم عيدك وانت دي ثوب الفرح وانت دي ميل تعودك وانت دي قلبك سمع يا شقي في يوم عيدك يرحمك رب السماء ذا خبر ما بيفيدك لو لا يسقيك الله 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 الله. وما سافر وما سافر فيصل علوي ورجع إلى لحق ورجع إلى عدن وعاش حياته كلها في عدن وفي لحق ولم يسافر أي بلد، وكانت سفرياته محدودة فقط لقيام الحفلات. تسمعني إيش؟ فيصل علوي لذلك فيصل علوي لم يسافر يا رحمة الله عليه، وعاد إلى عدن وعاد إلى لحق وعاش هناك ولم يسافر أي بلد سوى فقط للقيام بحفلات معينة. نريد أغنية أخرى لحسام علاية، ربما يشترك معه فضل في أغنية معينة، ممكن تشتركهم في بحيث لازم تكون أغنية معروفة مع لهم اثنينهم من أمريكا من أمريكا مثلاً. ومن استوديو قناة عدن يختار السلطة من عيوني على ولا خطر غصن القنا ولا يا منيتي حلوة جدا يا منيتي مع العود كمان اختيار أكثر من جميل خطر القنا. يلا خطر غصن القنا يلا عشانكم يعني الرجال يلا. اكثر من النساء اليوم يعني بالتصويت بيصير انتم بتفوزوا يعني ماشي يا استاذ يلا يلا بسم الله خطر غصن الجنا خطر غصن الجنا ورد على الباب ومار جنبي ومار جنبي ألا يا أبو يانا ألا يا أبو يانا هل الزمن ماشي تمام معلمني كل شيء جميل استمر نحوي وصاب سهام واتنا وصاب قلبي وصاب قلبي أنا يا أبويا أنا أنا يا أبويا أنا ورد على الماء نزل وديبنا أنا يا أبويا أنا أخذ قلبي وراح وشق صدري بلا يا نصيحة
يا طول همي ألا يا أبويا أنا ألا يا أبويا أنا معي أنا إلى المدينة يا سلام يا سلام يا سلام يا حسام يا حسام أنا شاكر لك حضورك الجميل وطلتك الأجمل وأدائك الرائع وجمهورك ما شاء الله في 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 وسائل التواصل في اليوتيوب أيضا يعني بالملايين الله المستعان الله يجزيك كل عام وهم بخير معك 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 بوكيهات شكرا لك حسام حتوزع البوكيهات بوكيهات ورد ضروري ضروري في العيد هذا تجيب للناس بوكيهات ورد يوزعوهم براحتهم اسمح لي أطلب أنا منه تفضلي 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 حسام عندك ثلاثة بوكيهات قبل أن يبدأ فؤاد بالعد حتعطيها لمين؟ باقى لعائلتي وباقى للشعب اليمني كافة وباقى لكم شكرا شكرا تحياتنا لك حسام وشكرا على هذه الأغاني الجميلة والعزف الجميل ووصل تهنئتنا لكل اليمنيين الموجودين هناك والمسلمين أيضا في أمريكا من قناة عدن شكرا تحياتنا لكم وأشكركم على الضيافة وإن شاء الله بشكل أفضل تزورنا إن شاء الله للاستديو ونسجل لك بإذن الله يا حسام بإذن الله احنا على تواصل بإذن الله فضل سمعنا أغنيات وسمعنا مواويل أو موشحات دينية استعد للسؤال الصعب سؤال صعب جدا سؤال صعب جدا مهم جدا أهم حاجة بتذكرها في أعيادك السابقة إيش الذكرى اللي دائما باقية معاك من وأنت صغير إلين اليوم أو التقليد اللي باقي معاك من وأنت صغير اللي يوم تحب أنك تحافظ عليه وكل عيد توصله يمكن لأولادك لأطفال العائلة المحيطين اللي حولك والله بالنسبة للذكريات الحلوة هو صلة الأرحام في العيد لابد من وصل الأرحام في خضم هذا الزمن اللي انتشرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي وانشغال الناس يعني خلاص ما عاد انشغلت الناس عن الزيارة عن الـ تحس انه صار في ناس بتستغني عن انها تزور بعض صار بانه خلاص بنبعث تهنئه بالواتساب أيوة فيديو او فويس وكافي ايوه وهكذا يعني هذه لا يعني انا لا اشعر بالعيد الا عندما اصل ارحم التواصل المادي التواصل انك تكون قريب انه في نفس البلد نزور بعض التواصل ايوه التواصل المادي مش المعنوي فلا بد من التواصل كنت أسأل فؤاد في بداية الساعة اللي قاعدين نسوي فيها التغطية حقت العيد وسألته عن ذكرى كانت عندك في العيد أو حادثة أو موقف طريف كارثة حصلت في العيد فهو صراحة ذكرى كارثة الحمد لله طلع منها سالم لأنه كان يلعب بالألعاب النارية نعم وفعلا انفجرت بيدي وعورتني هنا وخرج الدم قصة طويلة كانت خلاص يا أستاذ فهد معناته خلاص الحال من بعضه يعني أنا نفس الحكاية يعني صرت نفس الحكاية قعدت 6 أشهر في البيت أيوة بسبب الألعاب النارية بسبب الألعاب النارية ومن هنا في هذا يعني في هذا مناسبة عبر منبركم المبارك هذا أوجه إلى ولاة الأمر يعني صح ان الانسان يحب اولاده ان يكونوا فريقين الان يلعبوا بالاليات والمسدسات يا استاذ فضل الان تطوروا أيوة تطوروا الاطفال لابد من يعني زرع الوعي وزرع الثقافه التي ما من شانها تحد من انتشار الاسلحه وانتشار الحاجات الناريه التي تؤثر سلبا على اطفالنا وعلى شعبنا هذه رسالة مهمة جدا توعوية والدولة كمان ما قصرت فيها في رفع الوعي بأنه لازم الناس يعني استخدام السلاح وتواجد السلاح في أماكن المفروض ما يكون موجود فيها يعني زي المكان اللي بيلعبوا فيه الأطفال ليش ما يكون موجود في خزنة لو ضروري يكون فيه سلاح بالبيت أو أنه هذا أحد التقاليد والعادات المتعارف عليها يعني الأمهات بالمطبخ عادة بتحاول تحافظ على أي شيء حاد أو أي شيء ممكن يجرح أطفالها فأبعد مكان ممكن يوصلوا له فلابد كمان السلاح يكون يعني إحنا اليوم نوجه كمان رسالة في هذه المناسبة لأنه هذه المناسبة كمان بتستغل لإطلاق الأعيرة النارية الأعيرة النارية
كمان علشان التعبير عن الفرحة والسرور، ولكن من وراها على مدى كيلومترات بسيطة جدا قريبة بتكون في إصابات من وراء هذه الطلقات اللي أطلقتوها. فخلينا ننتقل من هذا الموضوع. نعم. لأنه كثير حيحول الفرحة حقة العيد لأشياء ما نبغى نروح لها لزوايا أخرى، ولكن حنرجع خلينا مع فناننا فضل وحنقل المايك لفؤاد. بدي أسألك سؤال آخر، ما هي يعني أكبر مبلغ استلمته في العيد وأنت صغير؟ أنا على فكرة لحد الآن أسأل شوف واحد. شوف يا فؤاد، أنا سألتك هذا السؤال وأنا صغير الآن ما جابوش. الحين تسأل فضل، لا تسألني. يلا يا فضل أنا سألتك هي وأنت تسأل فضل. أوكي، كنت يعني كنت تتهيأ للعيد وتقول انه في ناس حيجوا يسلموا عليك ولا بد انه يجيب لك الحلويات، يجيب العيدية. لك ايضا حق العيدية، هذه ضرورية طبعا. والله يا استاذ فؤاد، لما كنا في يعني في القرية لما كنا صغار يعني ما في ذاك الفكر او التفكير بالمال اكثر من التفكير بالفرحة. هو الطفولة دائما هي يعني ولذلك لا أذكر أنه يعني في يوم من الأيام قابلك حد إلا في يعني في بس لا أذكر. هذا عديتك شكرا أخي فؤاد، بارك الله فيك. اليوم ما شاء الله حصلت يعني على حلاوة منك ومن الأخت وديان. أدنا منتظرين منك حلاوة، الحلاوة الكبيرة أنك تعمل لنا، تختار لنا من اختياراتك الجميلة. اليوم فاجأتني أنه الكلمات واللحن كله جديد، يعني نريد يعني جمهورنا الكريم منتظر منك ايضا عمل، وكيف تهيئ نفسك لان تكون حاضر بشكل كبير جدا في مجال الفن ومجال الانشاد، وانت فنان وصوتك جميل ورائع، لكن ربما ما اشتغلتش على نفسك كثير ولا كيف ولا؟ والله انا طبعا مشغول في مجال اخر، ولذلك لا اعطي الموهبه التي وهبني اياها الله سبحانه وتعالى حقها. اشتركت انت واحد من الزملاء مثلا في عمل فرقه موسيقيه، فرقه فنيه؟ كانت عندي فرقه لما كنت انا يعني مقيم في جده، كان عندي كم من البلابل من عدد من الفنانين الحديده. نعم، ف يعني سبب الظروف والهذا تفرغنا. لا نحن نشجعك في هذا الحل في هذا الحل اليوم، في هذه المناسبة الجميلة انك حاضر وموجود معنا في الاستوديو وقدمت حاجات جميلة وصوتك رائع، ونشجعك ايضا، وقناة عدن ايضا ان شاء الله باذن الله ستسجل لك في قادم الايام اذا حبيت ايضا اغاني وما الى ذلك باذن الله تعالى. ما هي اختيار معين يمكن نقول ايضا بمناسبة العيد؟ ايضا انا جبت لك شوكولاتة، انت جيب لي اغنية. طيب لون صنعاني اللي تختاره، الأشياء اللي تختارها أنت وتشوف أنها مناسبة لك ولجمهورك. يا رب صلي على طه النبي الأكرم، مولى البرايا بقاصيها ودانيها، حبيبنا المصطفى نور الدقى الأعظم، مبعوث رب السماء للخلق يهديها، حبيبنا المصطفى نور الدقى الأعظم، مبعوث رب السماء للخلق يهديها، صلى عليه الله عليه الله، علمني الهادي والمخلوق تعلم، والناس تبني لحاضرها بماضيها، والدهر يكتب لمن يقرأ ومن يفهم، إن المعاصي على الألباب داميها، والدهر يكتب لمن يقرأ ومن يفهم، إن المعاصي على الألباب داميها، صلى عليه الله عليه الله، إن صابك الحزن بعد أيام تتبسم، وانت امراض النفس ذكر الله يشفيها، شمائل الدين تغني حال راعيها،
شمائل الدين تغني حال راعيها. هي 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 يا رب صلي على طه النبي الأكرم مولى البرايا بقصيها ودانيها. هي 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 حبيبنا المصطفى نور الدقى الأعظم مبعوث رب السماء للخلق يهديها. حبيبنا المصطفى نور الدقى الأعظم مبعوث رب السماء للخلق يهديها. صلى عليه الله عليه الله عليه الله. صلوا عليه الله عليه وسلم. أبدعت أجمل ختام لوقتنا المسموح لنا فيه مع مشاهدينا في هذه التغطية المباشرة من قناة عدن الفضائية للمباركة بعيد الأضحى لهذا العام. لسه ما كملناش ولا جاوبنا على الأسئلة ولا حق العصب ولا حق العيد ولا الوقت. لكن ما سمعتهم بالكنترول. أنا أولا أشكرك أخي. لو نقدر نأخذ شوية وقت يا ريت الكنترول يقول لنا. لا خلاص ما فيش وقت. يلا شكرا. إذا أنا أولا دعيني أشكر الأخ فضل لحضورك. أنا أتمنى لك التوفيق وأيضا تنوع كثير من أغانيك أيضا و تسجيلات قادمة إن شاء الله كذلك. وأيضا الآن وسائل التواصل الاجتماعي متاحة وتساعد ربما الفنانين أكثر. نعم. أنا أشكركم جزيلا وشكرا لكم على الإطراء والمجاملة. ليست مجاملة ولكن الحضور. ليست مجاملة حقيقة. أرجو أن المادة الإعلامية اللي قدمناها أن تنال إعجابكم وتنال إعجاب المشاهدين والمستمعين. استمتعنا كثير فيها واستمتعنا بجمال صوتك وأنا أشكرك وممتنة جدا أنك أنت موجود معنا اليوم وممتنة جدا لحسن اختيارك لإيش اللي أنت حاب تقدمه اليوم في هذه الاستضافة. شكرا جزيلا لك وان شاء الله راح تكون معنا كمان في لقاءات. طيب أنا قادمة انا بس اخذ يعني 20 ثانية رسالة تحب ترسلها تهديها لمن في هذه المناسبة في برنامج من العايدي. ربما للأسرة في اليمن. يا سلام عليك. يا سلام جيت على الجرح. اهدي في هذه المناسبة الكريمة وتحياتي وسلامي والى اهلي واحبابي وأهل قريتي والشعب اليمني. المنطقة كامل. المنطقة ذكر المنطقة. الجبل قعشاني طبعا. جبل قعشان. محافظة لحج. نعم. مديرية يافع. مديرية يافع. أي نعم. وكمل أيوه. وإلى الشعب اليمني قاطبة في الداخل والخارج وإليكم أنتم أحبتي وأسرة البرنامج. كل عام وأنتم بخير. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأنا مسرور وسعيد جدا اليوم في تواجدي معكم هنا في الاستوديو. كل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعطيك الصحة والعافية أخي فضل. وكل اليمنيين في كل مكان والأمة العربية والإسلامية بخير وسلامة. الحمد لله كان موسم حج جميل جدا وناجح وآمن. الله يجعل كل بلاد المسلمين آمنة وإن شاء الله بلادنا كمان تنعم بالأمن والأمان والسلام ويرجع اليمن السعيد سعيد حقيقي ويكونوا مواطنينه فعلا سعداء. أيضا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة وهذا البث المباشر من العايدين في هذا اليوم المبارك. كانت هناك فقرات كثيرة لكن الوقت حقيقة لم يسعفنا وكانت لدينا أيضا اتصالات مع بعض السفراء سنتصل بهم غدا بإذن الله تعالى لنتعرف عن حال الجاليات اليمنية في كثير من دول العالم وأيضا في الداخل. هناك كثير من الأسئلة يجب أن نعلمها ويعلمها أيضا مشاهدينا الكرام. نكون حاضرين من خلال قناة عدن من خلال برامج عدن في كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بهذه المناسبة العظيمة. نأمل أن نكون قد وفقنا في أن نعيش وإياكم هذه اللحظات العيدية الجميلة في هذا اليوم الجميل. لكم كل التحية والتقدير. هناك أسئلة وهناك جوائز ستستمر معكم في حلقاتنا غدا وبعد غد وبعده أيضا إن شاء الله. نأمل من مشاهدينا الكرام أن يتواصلوا ويرسلوا أرقامهم عبر الواتساب ليتم التواصل معهم أيضا وإن شاء الله فائزين وناجحين وسعيدين بإذن الله تعالى. حتى الملتقى
أنتم بأمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.